بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المشية جاية من جهة شرقية، جهة وجدة، إقليم جرسيف. بالنسبة للأثمنة جد مناسبة، الناس كل شيء عيد هذا العام، كيما اللي مول 1500 درهم، كيما 2000 درهم، كيما 3000 درهم، الناس كل شيء عيد، خير موجود الحمد لله. بالنسبة للفضاء، فضاء منظم جدا، كل الظروف ملائمة، من لا من الناحية الأمنية ولا من الناحية ديال الماء ولا من الناحية ديال الحراسة، كل شيء على أحسن ما يرام. بالنسبة للفرق ديال السنة مع السنة الفارطة، ما كاينش شي فرق كثير، المشية موجودة الحمد لله، والناس كل شيء يعيدوا إن شاء الله، ما كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش، كل شيء غادي يعيد إن شاء الله. السوق مزيان الحمد لله، مزيانة طالعة شوية، والناس قايمة بنا، شي ديال الأمن قايم بنا، عطاونا البلاصة مزيان، ما خلصنا صنف، ما خلصنا مصاريف، ما خلصنا حاجة، جايبين لنا الماء، جايبين لنا الضوء، كل شيء الحمد لله كاين هنا. لا حنا ما خلصنا حتى حاجة، كل شيء من مع هذا المخزن. لا ما كرينا ما والو، ما خلص حتى حاجة، عطاونا البلاصة، قايم الأمن في الليل تنباتو ناعسين، كل شيء مزيان، تيجيبوا لنا الماء الصباح والعشية، كل شيء زين، والحمد لله الحوالة مبيوعين مزيان، الأمن كاين، كاين ما كاينش داك الشيء ديال الشفارة ولا ديال ما كاين حتى حاجة، الحمد لله، كل شيء زين. بالنسبة للأثمنة؟ الأثمنة كاينة 65، كاينة 60، كاينة 62، كاينة كل الخروف والأثمنة ديالو، كاينة من 45 حتى 70. عنده 20000 يعيد؟ لا ما يعيدش، كان شي حاجة عويوينة. كنشريو شي حولي، ولكن اخا الاثمنه بانت لينا غاليه بزاف. كاين تثمينه كتسمع 60 70، حولي صغير ما فيه ما يدار كتسمع 50 56، ما عرفناش حيت دابا راه باقي اليوم، راه يلاه الاربع، ما من هنا حتى للحد عاد باش غيبانوا الاثمنه مزيانه، فهمتيني؟ ولكن دابا باقي الكسابه باقيين كيشيروا على بنادم. مزيانه ولكن هما قال اللي سمعت انا عاطينهم البلايص فابور، مني كتبغي تجي تقدم من عندهم تيقول لك لا حنا راه شاري البلايص، فهمتي؟ وهادي ومخلصين الكرا ومخلصين الضو ومخلصين كذا، ما عرفناش اخويا هذاك الشيء اللي قال، ولكن اللي غتجي تشري من عنده غيقول لك غيدخل لك الضو وغيدخل لك هادي وغيدخل لك بان راه، فهمتي؟ ما تفهم والو، ما عرفناش اخويا علاه. كنتمناو من الله يكون الخير وبنادم كلشي، المغاربه الحمد لله كاملين يعيدوا، حيت هادشي اللي خاص يكون، خصنا نكونوا مفاهمين مع بعضياتنا ونعطفوا على بعضياتنا، ماشي نجيو نشيروا على بعضياتنا انا، حيت اخويا كاين الناس اللي ما عندهمش، كاين الناس اللي كتفكر العيد عام وما كيجمعوا العيد باش يشريوا. الرحمن الرحيم، عيد مبارك سعيد على جميع الامه الاسلاميه. بهذه المناسبه احيي السيد العامل والسلطات المحليه والامن الوطني والقوى المساعده، تنظيم في المستوى الارض بالمجان، الماء، الكهرباء، وجميع المتطلبات المتوفره في هذا المعرض. والحمد لله هذا التنظيم السنه الرابعه على التوالي داز تنظيم في المستوى، وحنا عملنا لهم جميع المتطلبات اللي كيطلبوها، وما كايناش ديك التاشيره الصنك، وعملنا لهم جميع المتطلبات ليل نهار، وكسهرين عليهم من ماء من ضوء من جميع هذا. والحمد لله القوات المساعده والامن الوطني وعلى راسهم السيد العامل خايم معنا بدور مهم بزاف، وانا كامين السوق كنشكر الفلاحه اللي طلبتهم وجاو حضروا معنا وتعاونوا معنا وجابوا المواشي الاضاحي ديالهم، وكان التثمينه في المستوى. ما يغركمش شي واحد، راه كل واحد على قدر جيب ديالو، راه كاين انواع ديال الغنم، وراه حنا وكاينه مراقبه، وكاين طبيب، وكاين جميع الحوايج. انا والفضاء من الدرجه الاولى ومامن المقبل. الاقبال كان شويه ثقيل في الاول، ولكن الحمد لله دابا كاين رواج، انتم كتشوفوا كاين الناس كاين في الممرات، كاين الشوارع اللي جاي فلوسه كيجي مامن، الامن في الممشي اللي كتلقاه. الاثمنه مناسبه، الاثمنه مناسبه من 36 حتى 66، الباريم على حسب المستوى والمليح بلغه الفلاح. بلغه الفلاح كاين المليح اللي كي باغي ب 60، كاين اللي باغي ب 50، كاين اللي باغي ب 54، كاين اللي يقدر ياخذ الحوري غير ب 36 34، راه كاين، ماشي ما كاينش وموجود في المعرض الدولي. وكاين انواع الاغلم بجميع المناطق المغربيه، جاو من تيم حضيت، جاو من توريرت، جاو من اكرسيف، جاو من عبده دكاله، وجاو من الرحامنه،
ومن مراكش ومن جميع انحاء المغرب. انت كلامي السوق وما كاينش مشاكل ما بين البائعه والمستاكين والسكان هذا؟ الامر اذا كان نزاع، اذا كان نزاع مهني كنصلحوا في بيننا، كان نزاع خارج النطاق كتدخل الامن او القوى المساعده، والحمد لله لحد الان ما كاينش انفلات. اخي هذيك اشاعه، انا نعطيك انا الصراحه ديالها، هذوك الناس جاوا عندهم عائلات، عملوا لهم هذا الحديد والخيمه، بنوا لهم الحفله، وملي بنوها كيتخلصوا دوك الدراري في ديك الحفله اللي بنوا، ماشي كيبنوا احنا، لما الارض راه مجانيه وكل شيء مجاني، ما كاينش البيع والشراء وما كاينش خيمه اللي تعودت في البيع واللي كانت شي حاجه، راه امام الامر الواقع. الفلاحه نعطيكم الابتسامات ديال جميع الفلاحه اللي معنا هون. تفرط غادي تاخذ فيها، غادي تكون يتقدم الامن اولا بانه نصب على هذوك الناس، وهذا راه ما يمكنش. احنا كمنظمين للمعرض الدولي ما يمكنش لينا نعطيو واحد الناس اللي ما يجيو ياخذوا هذا، احنا خلينا كل شيء مجاني، لا صنك الى مكان، الخيمه الى اخره، الاناره، كل شيء، هو كيجيب الخيمه ديالو ولا عاونوا شي واحد وخلصوا بيناتهم، هذاك الشيء كيبقى بيناتهم بعيد عننا حنا.